أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في اسم الرب يسوع المسيح. رح تكون دراستنا في هذه السلسلة عن التطويبات، تطويبات الرب يسوع المسيح. ويمكن لأول مرة أنت عم تسمع كلمة طوبة، هي من كلمة لاتينية أو كلمة يونانية بتعني يا لسعادة أو يا لهناء أو يا لغبطة. وكمان رح ندرس الشخص اللي كتب بوحي من الروح القدس هذه العظة من تعليم يسوع المسيح اللي هو البشير متى. أنا بدعوك إنه فعلاً تستمتع بهذه الدراسة، وبصلي من كل قلبي إنه تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أحبائي، من جبل التطويبات عند كنيسة التطويبات اللي أخذت منها كلمة طوبة من العهد الجديد في الإنجيل المقدس بشارة متى الإصحاح الخامس، أول كلمة ذكرها طوبة. يمكن اللي بيشاهدونا يمكن ما عندهمش الفكرة عن كلمة طوبة، هي يعني بلغتنا البسيطة ينيالك يا بختك، بس هي إلها معنى أعمق من ناحية كتابية، سواء في اللغة اللاتينية اللي أخذت طبعاً من اليوناني أو اللغة العبرية. فكلمة طوبة تعني يا لغبطة، يا لسعادة. سعادة من الكلمة مكاريو أو مكاريوس اللي هي بتعني السعادة، هنيئاً، يا لهناء، بالإنجليزي ترجمت blessed يعني يا لبركة، يا لفرح، بالعبري ترجمت يا لغنى. الجبل هون اسمه هار هاوشر، يعني جبل الغنى، يعني المقصود جبل السعادة. فالطوبة هي حالة سماوية بيتمتع فيها المؤمن في هذه الحياة. عادة طبعا المسيح هز المستمعين، عادة الناس يطوبون القوة، يطوبون العظمة، بيطوبوا الغنى، بيطوبوا القوة والصحة والحكمة والإمكانية. وتخيل أنه أول كلمة بيسمعوها من عظة المسيح على الجبل طوبة، هنيئاً لك، نيالك، يا لسعادتك. طيب الصدمة الأكبر أنه مش الكلمة الحلوة اللي بيبتدي فيها يسوع، لكن مثلاً طوبة للمساكين بالروح، طوبة للرحماء، طوبة للحزانة. طبعاً هذا فكر جديد بالنسبة للمعاصرين اللي كانوا في أيام يسوع المسيح. طبعاً البشير متى يعتبر جسر بيأخذنا من العهد القديم إلى العهد الجديد. آخر كلمة في العهد القديم مذكور كلمة لعنة. أول كلمة بيتكلمها طبعاً في تعليم يسوع، في عظة يسوع، طوبة، يا لغبطة، يا لسعادة، يا لفرح، يا لهناء، يا يعني لبركة الإنسان اللي بيعمل في مبادئ الملكوت. هذه حالة سماوية بيتمتع فيها المؤمن في هذه الحياة اللي اختبر يسوع المسيح. طبعاً التطويبات هي مجموعة جواهر. كيف نوصف هذه الجواهر؟ جواهر ثمينة جداً، تشبه العقد الجميل جداً، كلها مرتبطة في بعض، وبيبتدي الرقي الروحي طبعاً بيبتدي من المسكنة في الروح إلى آخر مرحلة. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. فإذاً بتشوف هذه السلسلة من التطويبات هي عبارة عن جواهر ولآلئ ثمينة، عبارة عن عقد جميل كله متماسك في بعض. لما الإنسان بيختبر حضور المسيح وبيتمتع في مجد يسوع المسيح، شيء طبيعي لابد أنه يعكس هذه التعاليم الجميلة في حياته. نظرة العالم طبعاً هي للفقراء، المنبوذين، الباكين، المساكين، حسب نظام هذا العالم. هاي المجموعات من الناس مجموعات غير محظوظة،
مجموعات يعني لا حول لها ولا قوة. فالمسيح عكس هذا الشيء، قال طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة. والرسول أو البشير لوقا لما بيتكلم عن بعض هذه التطويبات بيتكلم عن أربع بركات وبيتكلم عن أربع ويلات. يقول ويل لكم أيها الباكون، يعني ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم ستبكون. فإذن عم نشوف هذه اللآلئ من زوايا مختلفة اللي بتعبر عن نفس هذا الجوهر. فالمسيح عم ببارك الجماهير، بهنيهم، طوبى لكم، يعني كلمة تهنئة لما بتبعت تهنئة للعريس والعروس عم بهني الناس اللي بيسمعوه. سعادة ليست مؤقتة بل مستمرة ودائمة، لا تعتمد على الظروف الخارجية. هي الكلمة اللي ابتدى فيها طوبى، يا لغبطة، يا لسعادة الإنسان. هذه التطويبات أحبائي هي صفات وخصال مواطني الملكوت، إنها طريق السماء للمؤمن. I think one of the most important things a person can know is that they're made in God's image and God loves them personally, uniquely, individually. He knows and loves you, and this is the most important thing. And second, that love that God has for each person as his child is so strong, so all-consuming. I think of passages like Romans chapter 5 where Paul says, think about this. While you were still ungodly, Jesus died for you. While you were his enemy, Jesus died for you. While you were not an ally of God, Jesus died for you. Now, if God loved you so much that he would let his son die for you when you were not even interested in him and when you were actively opposed to him, think how much more he has invested in you and he is going to hold on to you with all of his might, see you through the difficult times. He wants to do something wonderful in your life and he wants to be real and present because he gave up his son for you specifically, you Nizar, me Claire. And that relationship is not easily shaken. So if we could rest in that relationship, if we can accept how profoundly and how securely God envelops us as his child, we could be set free to love him and to love others and serve them, not out of fear and not like a slave, but because we've been set free inside. We are his children, not his slaves. And love, his love, is so strong that it should set us free to love one another, even when it's scary, even when it's hard, even when we die to ourselves. But his love is so strong, it is not easily shaken. So it should empower us for good. هذه التطويبات أحبائي كتبت بوحي من الروح القدس على يد البشير متى. متى كان واحد من تلاميذ المسيح، كان عشار. العشار هو اللي بيجمع الضرائب لحساب الرومان، فطبعاً هاي النوعية كانت تنعت بالشتائم من اليهود لأنه كان يعتبر خائن وبيشتغل لمصلحة الرومان. لكن متى كان منتظم جداً بكيفية تقديم الحقائق الكتابية، سواء من التعليم العظة على الجبل من إصحاح 5 لإصحاح 7 أو 7-8-9 بيتكلم عن سلسلة معجزات، 10 معجزات. فكان شخص منظم بطريقة الكتابة. متى بشكل بارع عم بيأخذنا من العهد القديم إلى العهد الجديد وعم بيبني جسر، فهو باني الجسر بالحقيقة وبيقدم لنا كتاب جديد.
فحتى لا يصدم السامع لأنه بيتكلم لليهود، فبيخدنا بيبتدئ بسلسلة نسب المسيح المسيا، أنه جاء من نسل داود من إبراهيم اللي تمت فيه نبوات العهد القديم، الملك الموعود، المخلص، مخلص العالم اللي تمت فيه جميع النبوات. فبيسرد يعني سلسلة الأنساب حتى يعطينا هوية يسوع المسيح ويقدم لنا شرعية يسوع المسيح بالطريقة اللي كان بيفهمها اليهود. فبالشكل بارع عم بيأخذنا بوصلنا لهذا الملك اللي بيعلم تعاليم جميلة، تعاليم فريدة من نوعها. فورجانا هوية المسيح أنه هو المسيا المنتظر، هو الملك الموعود اللي تمت فيه النبوات، أن هذا الملك جاء ليخلص العالم. كتب لليهود بأسلوب متميز بيفهموا اليهود، ليعلن لنا عن هوية وطبيعة يسوع المسيح، ليثبت لإسرائيل أن المسيا هو الحقيقي، هو الملك الحقيقي، وأنه هو يسوع ملكهم الوحيد. فبيأخذنا من السلسلة الأنساب، بيقدم العهد القديم بدخله في العهد الجديد، لأنه العهد القديم بيتكلم عن الوعد، العهد الجديد بيتكلم عن إتمام هذا الوعد. هذا الإتمام جاء في هذا الملك الجديد، وربط سيرة حياته الذاتية حياة يسوع المسيح، وبيقدم لنا مع أنه متخصص باليهود لكن بيقدم شعب جديد، لأنه حتى لأول مرة بنسمع مفهوم كلمة الكنيسة. الكنيسة هي جماعة المدعوين، وأنه هي الكنيسة من اليهود ومن الأمم أيضاً، وأن الرب يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. هذه الكنيسة شملت الأمم أيضاً، مع أنه بيتكلم لليهود لكن أيضاً بيتكلم للأمم. بيظهر أنه من بداية ولادة يسوع المسيح بيتكلم عن مجوس غير يهود جاءوا من المشرق حتى يعبدوا الملك المولود في بيت لحم. بيتكلم عن ملكة التيمن اللي هي ملكة سبأ، يعني أجت وسمعت لحكمة سليمان. بيقتبس طبعا هذه الاقتباسات، وأنه الكنيسة شملت الأمم، يكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء الأمم، في جميع أنحاء المسكونة، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ولا ننسى المأمورية العظمى، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. فمع أنه بيتكلم لليهود لكن بيشمل الأمم أيضا. متى كان جابي للضرائب من كفر نحوم، شافوا يسوع المسيح، قال له اتبعني، ترك كل شيء. ولأنه جاء من هذيك المنطقة من كفر نحوم، اليوم واحد من الاكتشافات في عمود اكتشفوا عليه باللغة الأصلية، واحد قدم طبعا تقدمة لبناء المجمع، وأنه هذا الشخص من عائلة يعني زبدي، فمن عائلة حلفة آسف. فحتى منشوف الربط، يعني حتى بالمخطوطات تكشف أنه فعلا كان في أناس. على كل حال، متى ترك كل شيء، صار تابع لمسيح، تلميذ المسيح، وأصبح رسول المسيح. فتح قلبه للرب، فتح بيته للرب، وفتح إيده كمان للرب، فاستخدم قلمه حتى يتكلم بهذا التعليم الرائع، ويظهر لنا المعلم الحقيقي يسوع المسيح من خلال عظته على الجبل. وإحنا هون على جبل التطويبات. الرب يبارككم. أعزائي المشاهدين، أنا بصلي من كل قلبي أنه هذا التعليم كان بركة لحياتك. منشوف أنه شخصية المسيح مميزة، هويته رائعة جداً، بيتكلم بسلطان. طبعاً كانت صدمة للمستمعين اللي عايشين في أيام الرومان تحت الاستعمار وتحت الحكم، ومستعبدين أيضاً لتقاليد كثيرة،
والرب يسوع جاء في تعليم مميز. إذا كانت آخر كلمة في العهد القديم لعنة، فأول كلمة علمها الرب يسوع المسيح بركة. فهذه البركة أنا بصلي أن الرب يمنحك إياها اليوم، وأنك استفدت وتبركت، وهذه البركة تعم مش بس في حياتك، في أسرتك وبيتك. هاي البركة بتبتدي عزيزي المشاهد لما أنت بتأتي إلى المسيح مثل ما أنت مسكين بالروح، وتعلن احتياجك وإفلاسك الروحي أمام الله، وتقول له يا رب أنا محتاجك، ارحمني أنا الخاطئ، أنا بدعوك أن تكون رب وسيد على حياتي. وبصلي من كل قلبي أنك صليت هذه الكلمات البسيطة. إذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا.